كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فرص استئناف العلاقات بين أنقرة ودمشق، ورسائل طبعا خرجت في معظمها من تركيا. آخر هذه الرسائل جاءت على لسان مولود شاووش أوغلو، وفحواها أن أنقرة ليست لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع دمشق، ولكن لابد أن تكون لها أهداف. دعوات للحوار كانت موسكو حاضرة في تعبيد الطريق لها، لا بل تتعهد بمواصلة دعمها، حيث أبدى لافروف عقب لقائه نظيره السوري فيصل المقداد جهوزية بلاده للمساعدة في تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا. هل تعكس تصريحات أنقرة وموسكو في الآونة الأخيرة فرصة لعودة علاقات دمشق مع أنقرة أو محيطها؟ ضيفنا من دمشق الليلة الكاتب والباحث السياسي بسام أبو عبد الله. أستاذ بسام، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. يعني وزير الخارجية السوري بعد هذه التصريحات اللي تابعناها من الجانب التركي يقول أنه دمشق لا تضع شروطا لعودة العلاقات مع أنقرة، وبالتالي إن كانت الشروط المسبقة غير موجودة، ما الذي يؤخر إذن عودة هذه العلاقات؟ مساء الخير، شكرا طبعا لسكاي نيوز عربية لهذه الاستضافة. هلا بالطبع عندما يتحدث وزير الخارجية سواء لا شروط مسبقة، لا يعني ذلك بأنه لا يوجد يعني مطالب سورية، وهذه المطالب السورية يمكن الحديث عنها بأنها ليست شروطا مسبقة، بمعنى أن الانسحاب التركي من أراضي سورية محتلة هذا ليس شرطا مسبقا، هذا أصلا تنفيذ لكثير من القرارات الدولية التي تتحدث بما في ذلك تركيا نفسها تتحدث عن وحدة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها. لكن بالطبع لا، أنا أعتقد أن المرحلة القادمة قد نشهد تحول في هذه العلاقات، طالما أن البلدين أبديا أنه لا شروط مسبقة فيما يتعلق بهذا الحوار. ولكن بالطبع دمشق لديها هي ليست شروط، هي يفترض أن أهداف لهذا الحوار، ومنها الانسحاب التركي، وقف دعم الإرهاب خاصة في إدلب. نتحدث نحن عن إدلب ووجود تنظيم القاعدة، جبهة النصرة، ونتحدث عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالحدود المشتركة بين البلدين. عن أي انسحاب يمكن الحديث في ظل تصريح تركي أخير يؤكد على أنه هذا المشروع في الشمال السوري، هذه المنطقة الآمنة، باتت في مراحلها النهائية؟ بالنسبة لتركيا هذا المشروع هو فقط لمكافحة الإرهاب، ولا تزال تؤكد على الأمر الآن. هل في تنسيق اليوم بين دمشق وأنقرة بما يخص المنطقة الآمنة؟ لا، هو موضوع مشروع المنطقة الآمنة أنا أعتقد أنه سقط بالنهاية، حتى الحديث عنه لم يعد متداول كثيرا. هذا مشروع وهمي، لا يمكن وضع عدد من السكان أو ملايين السوريين الذين يبلغ عددهم 3,600,000 فجأة في منطقة أصلا لا ينتمون إليها هم جغرافيا. نحن نتحدث عن سوريين ينتمون إلى مدن وبلدات سورية مختلفة، وبالتالي منذ بدء الحديث عن موضوع المنطقة الآمنة كان هذا الكلام مرفوضا، لأن الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا تضبط بعلاقات بين دولتين سيدتين وضمن إطار القانون الدولي. وأعتقد أن السيد لافروف اليوم في المؤتمر الصحفي قال أن الحوار السوري التركي سيكون بناء على القوانين الدولية وبناء على ميثاق الأمم المتحدة. لكن هل نوقش موضوع هذه المنطقة أستاذ بسام؟ يعني قبل ما نغوص في الدور الروسي وما المطلوب في هذه المرحلة بالذات لتذليل العقبات، هل هذه المنطقة، لأنه القراءة اللي أشرت إليها الآن مختلفة تماما عن القراءة التركية، ولا بد من هنا توضيح هذه النقطة، إن كانت بحثت لربما شروط هذه المنطقة على طاولة البحث؟ هلا لم يجلس الطرفان السوري والتركي مباشرة، هناك أحاديث صحفية تتحدث عن لقاءات بين أجهزة استخبارات، حقيقة ليس لدي معلومات إن كانت أجهزة المخابرات السورية والتركية تلتقي، هذا ممكن بالطبع لا أستطيع أن أنفي أو أن أؤكد، لكن ليس لدي معلومات كي أكون دقيقا وموضوعيا في هذا الجانب. ولكن لقاءات الدبلوماسية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس التركي أردوغان بعد عودته من كييف، قال بأننا يجب أن نرفع مستوى اللقاءات. إذا كان هناك تحضيرات كما يجري الحديث الآن
في قمة شنغهاي في أيلول. نعم. هناك معلومات تتحدث عن أن الرئيس بوتين بذل جهدا مع الرئيسين الأسد وأردوغان لإجراء اللقاء في مدينة سمرقند خلال قمة منظمة شنغهاي، ولكن أنا تقدير أن هذا الأمر قد يكون متعجل أو فيه عجلة، خاصة وأن لقاء الرئيسين أو مصافحة الرئيسين يجب أن يسبقها تحضيرات، بمعنى اتفاق على خطوط عامة، على بدء جولات مفاوضات. يمكن لذلك تحدث الجانب التركي عن أهداف لهذا الحوار. خليني أسألك من الجانب السوري أستاذ بسام، ما الذي يجب أن يهدف إليه أي حوار بين الجانبين قبل الغوص في تفاصيل لقاء الرئيسين؟ هلا الهدف من أي حوار بين الجانبين هو عودة العلاقات بين سوريا وتركيا إلى علاقات حسن الجوار، بمعنى انسحاب الجيش التركي، وقف دعم الإرهاب، تعاون البلدين في المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وهو أمر كانت تضبطه اتفاقية أضرة لعام 98 ما قبل انخراط تركيا المباشر في دعم الإرهاب. وبالتالي تركيا الآن حتى لديها أثقال نتيجة هذه الجماعات الإرهابية التي ربتها خلال أكثر من عقد من الزمن، والتخلص منها ليس أمرا سهلا، هذا جانب. والجانب الآخر أن هناك مشروعا انفصاليا تدعمه الولايات المتحدة وقوى غربية بما في ذلك إسرائيل لإنشاء كيان بشمال شرق سوريا، وهو أمر تراه دمشق وأنقرة أنه خطر على الأمن القومي للبلدين. فنقاط الالتقاء هناك أكثر من نقطة التقاء، منها ملف اللاجئين مثلا، كيف يمكن علاج ملف اللاجئين؟ نحن نتحدث عن رأي عام تركي، أكثر من 90% أصبح لديهم توتر عالي ويتهمون السوريين بأنهم هم المسؤولين عن ما وصل إليه الاقتصاد التركي، وإن كان هذا الكلام ليس دقيقا، ولكن في كل الأحوال هناك ملف، وهناك انتخابات تركية أيضا في وقت يعني ليس بعيدا، نحن نتحدث عن أشهر قبل انتخابات حزيران 2023، وبالتالي أيضا الحكومة التركية مضغوطة في هذا الجانب وتريد كسب الرأي العام وكسب الأصوات في انتخابات مفصلية بالنسبة لها، خاصة وأن المعارضة تضع هذين الملفين أساسيين في جدالها مع يعني النظام الحاكم أو الحزب الحاكم في تركيا. لذلك المسائل هي بحاجة لنقاش تفصيلي، وبحاجة لمش تريد أفعالا وليس أقوالا، يعني نحن التصريحات أهلا وسهلا بالتصريحات، ولكن هذه لا تعطي، نحن نريد على الأرض، هناك تعقيدات كثيرة، ملفات كثيرة، وبحاجة إلى بحث تفصيلي وجلوس مباشر على الطاولة بين البلدين. وما الدور أستاذ بسام؟ الكل يعتقد بأنه هذا الأمر بات قريبا، لكن دعني أسألك عن الدور الذي تلعبه أو يجب أن تلعبه موسكو في تذليل العقبات الموجودة في طريق هذا الحوار، وصولا إلى هذه النقاط الكثيرة المشتركة اللي أشرت إليها والتي يمكن أن تجعل الجانبين يجلسان على طاولة حوار واحدة. هلا انا اعتقد ان موسكو تلعب دورا مهما في هذا الجانب، كان هناك وساطة إيرانية، وهذه الوساطة الإيرانية واضح ان الاتراك لم يرغبوا بها، السيد حسين امير عبد الله زار أنقرة ودمشق، ولكن واضح ان الاتراك يريدون الوساطة الروسية. على كل حال في قمة سوتشي 5 آب الماضي كان هناك حوار مطول بين الرئيسين بوتين وأردوغان، سبق ذلك لقاء لوفدين روسي وتركي قدما تقريرا كاملا للرئيسين ووضع على طاولتهما من اجل يعني الحديث عن المرحله القادمه، وهي مرحله تحتاج الى خطوات سريعه كما اشار الرئيس التركي. اذا هناك اراده لدى الجانب التركي، هذا سبق تصريحات متتاليه لتهيئه الراي العام. نحن لا نتحدث عن تحول سهل يمكن ان يحدث، خاصه وان هناك خصوما قد يرون في هذا الانقلاب او هذا التحول التركي تهديدا لمصالحهما ولمشاريع في المنطقه، وهذا ما قاله الرئيس التركي باننا سنهزم مشاريع او اننا سنطيح بمشاريع موجوده في المنطقه، أي يقصد يعني ما يسمى بالمشروع الانفصالي، وهذا بالطبع يحتاج الى تعاون تركي سوري. وانا اعطيك باعتبار انني عملت دبلوماسيا في تركيا ما بين 2004 و2008، كانت الحدود مضبوطة إلى أبعد يعني إلى أبعد مكان فيما يتعلق، ولم يكن أحد يتحدث يعني يتحرك على الحدود إلا وكان هناك اجتماعات لجان أمنية كل 6 أشهر بين سوريا وتركيا، وكان التعاون الأمني في أوجه بين البلدين، ولذلك كانت الحدود آمنة. السبب في كل ما حصل هو بالطبع سياسة الحكومة التركية التي وصلت إلى مأزق وإلى طريق مسدود، والآن إذا كان هناك
عودة عن هذه السياسات وتراجع عنها وضمان للمصالح السورية وانسحاب تركي ووقف دعم الإرهاب، بالطبع هذا سترحب به دمشق. على أنقرة ذهبت أبعد بكثير من ذلك، فهي تحدثت عن العمق السوري. أستاذ بسام، وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو قال إنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق المصالحة. اليوم تحديدا المصالحة مع المعارضة، الأمر اللي تطرقت له أنقرة، إلى أي مدى باتت الطريق مهيئة لذلك اليوم؟ يعني أولا دعيني أقول، أولا العمق السوري أو الداخل السوري هذا شأن سوري سوري. أنقرة عليها أن تهتم بشأن انتخاباتها وبشأنها الداخلي، دمشق لا تتدخل في الصراع بين الحزب الحاكم وبين المعارضة الموجودة، ولا علاقة لا شأن لنا بذلك، وبالتالي مطلوب من أنقرة ألا تتدخل في هذا الأمر. هناك لجنة لمناقشة الدستور يعني بالرغم من توقف نشاطها، لكن هذا شأن سوري داخلي. هذا واحد. ثانيا، من هي هذه المعارضة ليعرفون لنا من هي هذه المعارضة؟ من؟ هل هي المعارضة التي تتقاضى رواتبها مثلا من تركيا أم من المملكة العربية السعودية أم من قطر؟ أين هي؟ لكن أستاذ بسام، لماذا بتقديركم تطرقت أنقرة للأمر؟ هلا بالطبع هم يعتقدون أو يرون بأن هناك وفقا لرؤيتهم أن هناك ثورة قامت في سوريا على نظام الحاكم، ونحن نرى أنه لم يكن هناك ثورة، وأن كل ما حدث أن هناك تنظيم العالمي للإخوان المسلمين قاد تحولات ضمن إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، وبدعم أمريكي في مرحلة إدارة الرئيس باراك أوباما وهيلاري كلينتون، ووثائق هذا المشروع أصبحت مفضوحة مكشوفة، وبالتالي هؤلاء الذين ركبوا هذه الموجة من كل الأطياف السياسية لم يكن الهدف مستقبل سوريا والشعب السوري والدستور السوري، إنما كان الهدف الهيمنة على النظام السياسي في سوريا من أجل مشاريع جيوسياسية لا علاقة لها لا بمعارضة ولا بي. لكن إذا سألتيني أنا، هل أنا شخصيا لست ضد أي معارضة سياسية، وأراها أنها يمكن أن تعمل، لكن أن تعمل تحت سقف الدستور والقوانين السورية، وأن تكون أهدافها وطنية لا أن تكون مستأجرة من قبل تركيا أو أي دولة أخرى تمولها. يعني. شكرا جزيلا للمشاركة معنا من دمشق، الكاتب والباحث السياسي بسام أبو عبد الله.